مقاطعة الشام شمالي البلاد تعد وجهة للمناقبين القادمين من مناطق مختلفة للتنقيب عن الذهب السطحي، حيث تعرف المدينة حركية اقتصادية يعول عليها السكان في تحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، حركية أخذت تأثر بقرار السلطات الموريتانية إخلاء نحو 20 مجهرا للتنقيب. لأن هذه المجاهر كانت تعتبر هذه حكم السند الواقف للمقاطعة اللي قال الشام، خصوصا ساكنة كانت مهمة. محمد سالم ايضا مهم، كانت نسبه 40% من سكان مقاطعه الشام المناقبين ايضا يتوجهوا لا شهور ساكنه. اليوم رانا مدرينا بهذا الاطلاق اللي مفاجئ تماما. انا طالب من رئيس الجمهوريه، طالب من حكومته لانهم يعطوا لفت لهذه المواطنين لانهم مدرين جدا. المنسقية العامة للمناقبين استعرضت الفئات المتضررة من قرار إخلاء مناطق التنقيب التقليدية عن الذهب، ذاكرة أن للقرار تبعات اقتصادية واجتماعية. وقطعا على أن هذا سينعكس على الساكنة المحلية من حيث الإيجار، وسينعكس على المتاجر وعلى أصحاب اللحوم وعلى أصحاب كسكس وعلى جميع العاملين في المدينة، لأنها تعتمد بشكل أساسي على مداخل هذه المجاهر، وقطعا لا شك ستتأثر تأثيرا كبيرا. ونحن حاولنا بشتى الوسائل تفادي هذه الخطوة إلا أننا لم نوفق، فتم التكميم ومنعنا من التظاهر ومنعنا من أي مظاهر يمكن أن نعبر بها داخل المدينة، لكن هذه هي الصورة الحقيقية. على حين يتحدث آخرون عن اعتماد سكان المنطقة على ريع التنقيب فهي مصدر دخل كثير منهم، أن المدينة تنشط بنشاط سكانها، وأن المدينة روافدها الحقيقية هي المنقبين، وهذو المنقبين لين ينحرموا من الإنتاج ومجيبة منتجهم إلى المدينة معناته فعلا المدينة انحرمت من الروافد، ما تحرم من الروافد معناته الكساد والانغلاق ومعناته بالتالي الموات الاقتصادي. على كل حال هذا الشيء قد لا يكون إراديا ولكنه وقع، أسفنا عليه وأسفنا على الساكنة وأسفنا على المدينة، سوف نبكيها ولكن عيوننا حقيقة إليها دامعة وناظرة وقلوبنا إليها مأسورة. بدت المدينة تعرف تراجعا في الحركية الاقتصادية التي طالما عرفت بها بفعل قرار الإخلاء وفق بعض المتابعين، لتبرز الآثار الاقتصادية والاجتماعية مع انتهاء الأجال الزمنية التي حددتها السلطات للمناقبين من أجل إخلاء المناطق التي شملها القرار. لا يخفي السكان هنا حجم الأضرار الاقتصادية والاجتماعية عليهم جراء قرار الإغلاق، فالمدينة وفقهم تعتمد على العائدات الاقتصادية من هذا المعدن النفيس، ويعتمد عليه السكان للارتقاء بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. أحمد البابية، المرابطون، مقاطعة الشام شمالي البلاد.